الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. وكتاب سبة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للشيخ الألباني رحمه الله. وعين كجرني قراءة يا قرآن كي وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم صلاتها فاتحة الدبلين. وعين كجرني صلاة لواد وصلاة ظهور هيد. وعين وقصها اللي لواد ركعة ضوضي هوري سيدي قرادي سوحيد يسود رينشري لماذا دمرا وين وقصها دين مرخي قار خود عيقا لبدو دو سورة دو كدري چري هل كان وعلي وجوب قراءة الفاتحة في كل رقعة إنه واجب تهي فاتحة دين لأخرية رقعة كستا وحرية هاي شاقوين وعنوان كالراعيو هل كي هوري رقنية الفاتحة وفضائلها هل كان وقيمت الراعية بيا هاي ساعتي وحون مركا هل كان وقت الماما يا قرادا فراها بضان ايه رقع ذها صلاة دحضو ذا لقو اخرين ايا مركا استئين ايضا وصعوتو فاتحة دي ورقع ذو البلقو اخرين ايو مركا وجوب قراءة الفاتحة فاتحة ذا اخرين يدوني واجب دين في كل رقع رقع كستا وقد امر وحو فري نبي والمسيئة صلاة نجي صلاة دي سحبيه وحو فري بقراءة الفاتحة فاتحة آخرين دي هذا في كل رقعة رقعة كسام حيث ما الشيخ قال له كيري بعد أن أبره إنتو أفريد وذي بقراءتي أفرعة الأولى إنه كو أغري رقعة دهور إنتو أفريد وذي وحو كيري ثم فعل ذلك أرند أصمي في صلاة كلها صلاة هذا أردن وفي رواية في كل رقعة رقعة كسكو أخري وحول الله يشاقه وحو النبي صلى الله عليه وسلم أرهن دافري وأين فاتحة رقعتك السكوى أغريو نجي سحابي هاي أين صمر المسيء سلاة لو بحيي كي سلاة دي سحمي مقع عيسى خلاد من رافع أي كش أغين علمادو وحو نفري إن رقعتك السكوى أغريو تاسر وحي هيدمركي نجي سلاة وسحيي ايا وحو قبلابي انو ويسادا دميسرتو انو قبلادا قابلو انو كبارتو انو فاتحة اخريو الا ركوعه يسجودي مركو رقعدي ودمييي ايا وحو ثم فعل ذلك في صلاتي كلها وحا انقو صوشيغي صلاة دادا كسر انا منتد رواك لوحي تلماميسي قاسر مركا واحد يتعي بخاري مسلم ورينيا حديث قال وحو تلماميي وإمام أحمد سقى سنة جيدة وكورين أيوه وحد صبي سارين ده في كل رقعة ثم فعل ذلك في كل رقعة أرين ده وحد صبي سار رقعة كستا وقد أمر وافر النبي صلى الله عليه وسلم المسيئة صلاة كي سنة دي سحميي بقراءة الفاتحة فاتحة أخرين ده في كل رقعة رقعة كستا وأخريو حيث ماشي قال له كيري بعد أنا برا وانتو فريد دبادي أي وحكولي بقراءتها انتو فريد في رقعة الوار رقعتها ورين لقو آخر يد دبادي وحكولي ثم فعل ذلك السلاة السباة أنكوش أغان كبري في صلاتي كلها صلاة دادوردن وفي روايتي في كل رقعة السباة وكان وحى النبي يسمعهم الآية أحيانا آيادا وآخرين أيها فاتحة الدبادي صلاة دهور من مغشي أيها وكانوا الوحيين يسمعون منه وكم غلا النغمة عدك بسبح اسم ربك الأعلى وكوع عضين اليوم وهل أتاك حديث الغاشية أيك مغريين وكان أحيانا نوحى يقرأ من أخرية بالسماء ذات البروج أي أخرية وبالسماء والطارق وأخرية والنحو ما هي والله هذا وحي لم يظهر من الصور سورينا وأحيانا مررنا يقرأ وحى أخرين بالليل إذا يغشى ونحوها يوحي لمنا أيها آخرين قرادي وحو الشيخ وين أقول نقضي صلاة ظهر وآخرية هي النبي صلى الله عليه وسلم وحولا يهي
هلكا هوري أيا وحا كوشرتي وكانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر بالضراب لحيته وحيا كواكو قرتا قراءة واخرين أيا ظهر كي عصر كا دقدقاق قركيس أيا يكو قرنشرين هلكا سيحلين للي أضو إنتن أيا دوا هذا لون قراءة إن يعني الله بدا رقع دوا دم فاتحة دم وحلقوا آخرين أيا يو إيا رقعتك سوا فاتحة الآخرين أيا وحي صنحنا على يون قراءة ظهر كي هل قاسوا ذا حين صنعوا وقول لي يا النبي صلى الله عليه وسلم وحوها آيات الفاتحة وداخلها أيوه من مغشية أيها أحيانا مرك غير خد حديث يا البخاري مسلم أيه ورين أيام وحكى يا هاين كوا كم مغلا نغمة يا عدك يا صودين ده والنبي صلى الله عليه وسلم كل صودين أيوه سبح اسم ربي كلا على يسوع آخرين أيام وصورة ده تدبي سدية ثلاث آيات كذا وصغارية طول وهل تاك حديث الغاشية أي مغلية عدك يسوى كواخر اليوم وصورة استيادية استيتراد آيات كذر ولحية اللباطن حديث قال ابن خزيمة يا ضياء المقدس أي ورينية وحوها أحيانا مريها غير كودنا مت كواخرية بسماي ذات البروج أي كواخرينية وصورة الشرية استيتراد آيات كذر اللبية اللباتيهين هي وسماي وطارق وآيات سورة اللحية سديت هذا آيات كذلك تدبية تويهين أيها آيات ركو آخرين أي يوحي اللهم إذا مركها سورة أيها كو آخرين تانا إمام الترمذي أيها ورين أي إمام البخارين تسجيس قراءة أيها كو ورين أي مرأي أقار كون نبوح آخرين أي النبي صلى الله عليه وسلم دورك بالليل إذا يغشى أيها مركها آخرين أي وآسورة اللهم يسقى شراد آيات كذلك وكوب أيها إلّا باتم وإيّم إيّا مركا وحي لم يدأ أيّو آخريني تانا إمام مسلم أبو داود طيارسي أيّا وريني وكان وحى النبي يسمعهم من مغشية الآية آيات وظهر آخرية فاتحة الدبيد أحيانا مرر وكان وحى يسمعون منه النبي صلى الله عليه وسلم وكم مغلى النغمة يعني عدك وكو عذيني بسبح اسم ربك الأعلى إيسى حمدك مغليين وهل أتاك حديث الغاشيان وكمغليين وكان أحيانا مره غير خود نوحها يقرأ متو آخريا بالسماء ذات البروج سورة سوى آخريني وبالسماء وطارق أيوكو آخريني ونحوهما أي الله بدا صورة الحين لم يضع من الصور سورينا وكان أحيانا مرنا يقرأ آخريا بالليل ذا يغشى سورة سوى آخريني ونحوها يوحي لم يضع ثلاثة صلاة العصر وصلاة عصر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحها يقرأ من أخرية في الأوليين اللي مظهره بفاتحة الكتاب وسورتين أيوك وغرني ويطول في الأولى تروح ديريني ما ديرين لا يطول في الثانية تلما دارو ديرينين وكاروحا يظنونك وأملايا أنه يريد بذلك تاين ولتشهدو أن يدرك الناس دتكوين يسوق قالان الرقعة فعداك ومدر يسوق قالان هلقى وحي لو قبح قرادي هي النبي صلى الله عليه وسلم قران كي وكو اخرين جيرو كنتو كان جيري صلاه الظهر هلقى انه وحي شيخ لو قال يا صلاه عصر وصلاه الصبيحه وحولي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وحها لبدا ركعادود هوره اي عصرك فاتحه الكتاب ايو كو اخرين جيري هي لبا سورادود سيدي الظهر كو قال ركعاده هورنا وحو ديرين يا ديرين ان marka ركعاده لبا ديرينين marka ragcada labaad buu dheereeyay tan labaadna uu ka gaaminay way macnahood bukhari muslim ayaa xadiiska wariinaya waxaan ay ahaayeen saxaabadu kuwa u maleeynaya arinta ay inuu nabi sallallahu alayhi wasallam doonayo inay dad ragcada soo gaaraan abu daawud ibn khuzaima wariinaya oo si ay ragcada hore u soo gaaraan ayuu ragcada hore u dheereeyay asr iyo dhurba wa kana rasuulullah sallallahu alayhi wasallam yaqra'u mid akhriya في الأوليين اللي مضى هوري عصرك بفاتحة الكتاب سورة الفاتحة أيوه وسورتين اللي مصر ذكر أيو أخريني ويطول وديريني في الأولى تهوري ما ديرين لا يطول أن ديريني في ثانية رعد اللباد وكانوا حيا صحابتنا يظنونك وأمرين أنه النبي صلى الله عليه وسلم يريد بذلك أن دائل ولتشهدو أن يدرك الناس ودتكوين يسوك أن أرقع رعد وكانوا حيا يقرأوا من أخريا في كل من وامد خصا قدر 15 آية شريعة ولا يدود قدر كيد قدر نسم ما يقرأ في كل من الركعتين الأوليين في الظهر
قدرك كرمبن وحيو كو أخرين إيه لماذا ركعدوه ده هرادو هركاب وكان يجعل ركعتين الأخيرتين لماذا ركعدوه ده مره وحكي يلي أغصرك هو كقابا من الأوليين لماذا هرين قدر نسو ما نسو ده قدر كيد وكان وحا يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب يوكو أخريني وكان يسمعهم الآية أحيانا ومغشيني ويقرأ وحا أخريني بصور سلوينك التي ذكرناها أنكسو الشيخنا في صلاة الظهر صلاة الظهر أنكسو الشيخنا وحاول الله يشاقوا هلقنا إن أصوى قادنا إياه وحا النبي صلى الله عليه وسلم من أخريا لبدا رقعد وضي عصر كهوري ملك استقدر كشان يطبان آيادود إن دلقى أخرين كرو أيو مركة أخريني قدر مركة قرآن لقى أخرية شان يطبان يعني آيادود أي ملكة أخريني وانا قدر ككلام بد وحي وكو أخريني يين لبدا رقعد وضي هرى ظهركا لبدا رقعد وضي ظهركا هرى دي إلا صدان آيادود أيو مركة كو أخريني واتين صامرني عصر كاللبدي صهرنا إلى شريط من أيوكو أخريني وحنوها لبدا رقعد وضي الضنباء عصر كنا كو كسي قابا لبدا هرى ظهركا قدر كنسكود بمعنى محين قرصة مركة ده تضوي يبر بين قرصة أيضا أنت رجع آخرين كرو مركا كوا هذا من فتح هذا أيوم بآخرين أيوة مر هذه تضوي يبر أي تاين أنت الآخرين أيام مر وحنوها مركا متكو آخرين فتحة الكتاب وحنوها مركا مركا تاهوري إن حديد جاهوري مركا وحين لما كان جابن قدر كنسكود وحوريني إمام محمد مسلم بوريني وحنوها لبدو ده متكو آخرين فاتحة الكتاب أيها حديث قال وحا ورينا يا بخاري مسلم أيها ورينا آيادنا مركة قاركوت فاتحة كدن بيسين أيها ومغشين جري كان بخاري مسلم أيها إذن ورينا وحا نكو أخرين جري مركة سورة ديه أن صلاة ظهور أنكو صوت شاكلي أيها النبي صلى الله عليه وسلم كو أخرين جري أيها عصر كان كو أخرين جري وكان وحا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من أخريا في كل منهم أملك الصلاة بدأ رجع ذودي عصر كي وراء كم إذا قدر 15 آية قدر كشري طوان آية ذود قدر نسب ما كان يقرأ قدر كنسب قدر نسب ما يقرأ قدر ككربار كوحي وأخليني في كل منك الصاع ومن رجعتين ولليين في ظهر لا بدأ رجع ذودي كوحي وأخليني كربار كوذا يوك أخليه وده شري طوانا وكان يجعل رجعتين الأخيرتين لبدا رقعدود الدم عصر كنا وحيا هاوحك وكان يجعلوا حامد كييلا الرقعتين الأخيرتين لبدا رقعدود الدم أغصرك هو كقاون من الأوليين لبدا هوري قدر نسبهما قدر نسبه ذيك لبركودا وكان وحا يقرأ فيهما لبدا الدم ومدكو أخريا بفاتحة الكتاب وكو أخري وكان وحا يسمعهم الآية أحيانا رقعد لبدا رقعدود هوري آيات مركا فاتحة كدن بيسا وحوها مركا من آيات واخريني مركي قرفت مقشية ويقرأ وحنو أغنيه بصور التي ذكرها في صلاة الظهر صورة ذي مركا صلاة الظهر أنكو صوت شاكني أيوكو أخريني أربعة صلاة المغربي وصلاة المغربك وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ من أخريا في أدحنا أحيانا مركا قرفت بقصار مفصل صبعه مفصل كالليلة داخل ميساد وحوه يكوه ذكا قابل حتى إنه يوكان وحنا إذا صلوا معه مركي لاتو كدان أو وصلما بهم الله صلى الله عليه وسلم إن سرب أحدهم متكود مدبحا والحال إنه يسوق لا يبصر أركيو مواقع النبله لا بكريسة مركو قنو ميراه كل عيسو أركيا وقرأ في صبر الأتين والزيتون يوكو أغري في الرقعة الثانية رقعة الرباط هل كان الشيخ وعلى أقل يقرد النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة المغرب كو أخرية وحولي هايوحها صلاة المغرب مرارك غير خدمت كو أخرية بقصار مفصل سبعة مفصل حجرات أما قاف كبيرة أما إلا برب الناس كوي سقابا إيقا قابا أيو مركا كو أخرية شري بخاري مسلم أي حديث كوري واطن لنا سبعة سي ديوان إيا أوساد إيا قصار بوليه مركا ديوال كيس يكوى داري دي وحي كبيرا من الحجرة دا مقاف إلا سورة النبع عما إيه جارية عما الله كبيرا إلا الضحانة وحي عنوذ كنت أوصادي سيكون إحنا حين إيهين ضحان مركا الله كبيرا إلا برب الناس
مسردي سأما كويس جابنا أيه لو قتني يا مرجع كوه ذا جابنا أيه آخرين شري وحنا يا هايم بولا يا هيبا إن ده يسحبه دولا تكذان وإلا صار من قسمة ميت كم مذاهي وبحي أيه ذا ولد يفتين وتشرو وأنا شاعي مذوبانين أولم كيس مرجع هلك وكوجان وكلفتو مرجع وأركيو أي مركز سلادة كم بحكي نسي إمام أحمد أي حديث كورين ليا وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ من أخريا فيها سلادة مغرب لحدة أحيانا مركز قاركود بقصار مفصل صوعة مفصل كويسة قابا حتى إنهم كانوا حين صحابته إذا صلوا معه مركز لتو كذان أو وسلم به النبي صلى الله عليه وسلم الله صلى من أقصده إن صرف أحد من تكودوا قدوم جري واتقي جري وهوليه سيها الكوس سعودي مقوين جري والحال إنه لا يبصر أركيو مواقع النبي إلهي كسابك كل عمرك وطورة واركيو وقرأ في صبري وحكو أغريب التين والزيتون مره يقار كودنا سيرا سورة دا شرية سقا شراد يتدوى دا سيدة أيديهين أيها في الرقعة الثانية رقعة اللباد أيضنا وكو أخري إمام أحمد يا أبو داود الطيارسي أي حديث كان ورينيا وكان أحيانا مره يقار كود وحوها يقرأ من أخرية بإطوار المفصل سبحان مفصل كويسا دادير وأوساده كويسا دادير فكان وحا تارتا يقرأ من أخرية بالذين كفروا وسدوا عن سبيل الله وتارتنا بطور أيو أخريني وتارتنا بالمرسلات أيو أخريني قرأ بها وحن أخرية في آخر صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم نبي قوتو كذي وكان وحا أحيانا مره غير كنا يقرأ من أخريا بطول طولين لبضنا دير هذا دير أي مركة أخرين شيء الأعراف في الرقعتين لبضنا رقع ضد بر وتارة نبي الأنفال سورة أنفال في الرقعتين لبضنا رقع ضد بكو أخرين مين وحولي شيخ وحا مره غير كود شيخ الرواية بالمعنى أبو مركة إنه هو ورين أي حديث بديده ده مركا حديث كان مركا لفظي سعيدي دونيسا إن دبضان أصل سوى سلاة النبي أيو كيالا لكن سوى رواية بالمعنى أبو انتبضان وكو ورينيا وعليا مريا غير قد وحوها متكو أغريا بطوال المفصل صبحا مفصل كوي صنع دير يعني نقا فمحجرات بي كبرامي إلى النبع مرنا أوسادي سيا كوي صنعها أيو كو أخرين شري مريا غير قد دي مفصل بوا ويدارين شريو وكبح جرو صور ككهر رئيا أيو أخريني ووحو لي مروح أخريني الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله دوا سورة محمد سورة محمد المفصل ويكسر رئيسا وصبع أربعاد أي أيضا كوا قد ما يأي كم نتهاي وسورة أفرتني يستطبع سيدان يسد ويا أيده هيدنا ابن خزيمة أيها وريني طوراني وريني أضياء المقدس وريني حديثك مراني قار كودنا بطور بوك أخريه ومغرب بوك أخريه وصورة لم يكن تران أيات كيدنا سغاني أفرتا أيهين تانا وحا وريني البخاري مسلم أيها وريني أيها مفصل كوة ذلا ديرا أيها طور نقريسا مراني قار كودنا بالمرسلات سورة المرسلات أيها أخريني وصورة تضبية تضبات آيات كدر وكندن وحنوكو أغريب لا يهي سلادي وقدم بيسي النبي صلى الله عليه وسلم مغربه وتكذي انتان إلى حي أفصلن أي سورة المرسلات كتو كذي حديث كان بخاري مسلم أيها وريني وحلية وحيانا مركة قاركود وحبو مركة سلادي مغربكو أغريب بطول طولين لبضا دادير تودا دير لبضا دادير مركا وعراف يو ومركا دير لبضا دير تودا دير وعراف لبضا دير عدود بتاسا يمر يكوتو كري بطول طولين بأطول سورتين طويلتين لبضا سورين دادير تودا دير وحنا لو قدش إذا عراف ولا يسكوا فقسية هاي تكرر لو أنعام على الأرجح سي إليه ورهج مركا أنعام يا عراف لبدا سورة دير تودا دير أو سورة العراف أي مركا لبدا عدو كتوري وهذا هو مغرب يعني مركا مغرب كمرنا ينو ددشين شري أو دي أيضا إفتيك من مقدين وكبير حج شري
مرحي قارنا وديارين تري اياد قرنا يساوه دي مركا عراب لغو توكادو دي واحو عشاي جيبا لغو دوانا ايابا واري بانا ينقف قدائنو صلاة دا ينتو قرفق هذا عمده ايابا ينو كمرني انو مركا تاي كرا الى دي وقت اخر كيسا لغا قاري يخرين لصا مرن ووحيالها مركا ايود دلي الشرية مركا وقف قفقه ايانو مركا حديث جي يفقه ايو مركا اسمه ايو حديث جي سبعا ايو فهم يقف مركا فقه يقامنو سورة العراب نادي وا سورة دي تدباد وا لبا بقول ايو ايو الليح ايه دهيد لبا دارك عدود بمركا او كتكن شري بخاري يا ابو داود يا ابن خزيمة يا احمد ايا ورين ايا مره يقار كودنا سورة الانفال ايو كتكن ايو سورة دي سيدادادا ايات كيدنا شرية تدباد تيهين ايو لبا دارك عدود با ايا دينا كتكن اي حديث قال امام الطبراني ايا معجم الكبير كيسا ايا دينا كو ورين ايا وكان صلى الله عليه وسلم وحا يقرأ من أخريا وكان وحا أحيانا مرك قاركود يقرأ من أخريا بطوال مفصل مفصل سورة ذي صدادير أيو أخريا وأسادي يكوي صدحي فكان وحا تارة مر يقرأ من أخريا بالذين كفروا وسدوا عن سبيل الله الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله سورة محمد وهي وتارة نبي طور سورة طور أيو أخريني وتارتنا بالمرسلات أيو أخريني قرأ بها مرسلات وأخري في آخر صلاة صلاة قدن بيسي وصلىها صلى الله عليه وسلم نبي قوتو كذي انتان إلهي وفصلن وكان بوحا أحيانا مره قار كودنا يقرأ من أخريا بطول طولين لبدا الصورة دا دير تودا دير الأعراف واحد لوقت يا سورة العراف أيو أخريني في ركعتين لبدا ركعتين باب وتارة مره قار كودنا بالأنفال سورة الأنفال أيو أخريني في الرقعتين لبدا الرقعات القراءة في سنة المغرب هل كواحا وإنو قصو بحي صلاة دي مغربية وحي لقو أخريني هل كان سنة مغربك وحا لقو أخريني أيو إنو قل يا وحيلي القراءة في سنة المغرب وأما سنة المغرب البعدية سنة المغرب كيف بعدية فكان وحا يقرأ فيها متكو أخر يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد أيكو أخريني وعوشا يقول الله يا أي سنة سنة المغرب بعدية إلا كاسا مؤكد ككتشريه كان كلا كهر رأي إسقوا كل اللي ما شاء سلوا قبل المغرب سلوا قبل المغرب سلوا قبل المغرب اللي ما شاء مركي دموي عندي ضمطة سحبنا نويت كنتري لكن كم مؤكد كايس ولاد كي والله وضع رجع دودي مغرب خدم مية وحوكوا أخرين جري يقول يا أيها الكافرون يقول هو الله واحد أيوكوا أخرين جري إمام أحمد باورين هي إمام نسائي باورين من مصر طوراني أضياء المقدسي أي حديث كان ورين هي ما رب ذنبان مركي أكو أخرين جري صلاة السوح بكو أخرين جري واتين وصامرني دي وان لباس صورة دوضا من مركا دي إلهي سيوين كيسا يتلمام أيان مدنا مركا إلهي مركا دي عبادتين لو قال يغلو مركا وحي كانت سوكذي لعابد يبا لقبرين نقول إياه هل كان سوكو أخريني أو سنة يعني وحكو أخريه سنها طوافق أيوكو أخريه النبي صلى الله عليه وسلم وأما سنة المغرب البعدية فكان يقرأ فيها وحكو أخرين يقول يا أيها الكافرون وآيات بقول لي وصورة بقول لي السقال آيات كودنا والح وقل هو الله أحد وسورة بقولي لم يطول وأنا أفر أيضا تاسع مركز سنة بعد يد مغرب كنا وكو آخرين شيء درسي غيب سؤال كأنه وجود والله أعلم.